معايا من الفاصل، وانا معايا ضيفه جميله النهارده، زينه. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله كويسه. انت عامله ايه؟ كويسه منوراني. منوره بوجودكم. انت يا زينه مالتي تالنت، انت عندك فعلا كميه حاجات ما شاء الله بتعمليها، وانت شاطره جدا. شكرا. وانت اصلا قولي لي، انت اصلا من الامارات؟ لا انا من الاردن. من الاردن. عايشه في الامارات. تمام. عشان انا اول مره اشوفها كان في الامارات، لقيتها جايه لي فعلا جات لي في ايفنت وتعرفت عليكي ساعتها بقى، وقلتي لي انت بتعملي حاجات كتيره جدا. فعرفي الناس الاول انت دارسه ايه وبتعملي ايه، وهتورينا النهارده ايه. اوكي، انا بالاصل سيلبرتي ستايلست، بشتغل بمجال الازياء، وبرضه مدربه وخبيره في باسلوب الحياه والطاقه كمان. ده كلام جامد جدا. واحده واحده بنفصص بقى، يعني نفهم واحده. مبدئيا ستايلست انت بتلبسي أيوة. ناس فنانين. انا عارفه علا فارس مثلا. yeah. الناس اللي بعشقها. قمر فعلا جميله، واتفرج عليها بس ياخد طاقه ايجابيه اكيد. و حبيبتي علا، جميله. سلمي لي عليك. امانه هتشوفه هيوصل بجد. بسلم عليك يا علا، بحبك جدا، انت طاقه جميله. طيب، وتاني حاجة درستي ايه كمان؟ قول تاني. درست اللايف كوتشنج. لايف كوتشنج، واحدة واحدة. لايف كوتشنج ده اللي هو بقى ايه بالظبط؟ لايف كوتشنج عشان هي ليها اتجاهات. ايوه، بس انا تخصصت بمجال المرأة. اللي هو كل ما يخص المرأة في الحياة، وكمان بتربية الأطفال. حلو قوي. يعني ده كان بالاول ليا، يعني انا اول شيء درست لإلي، يعني انا كنت حابه اعرف اكثر عن هذه الامور، وصاروا صحباتي كل حدا يقول لي كيف تعملي هيك بتعملي هيك، واخذت تخصصت وصرت سيرتيفايد من كندا، وكمان مرخصه من دبي. ما شاء الله. لايف كوتش للست وللاطفال، تربيتهم ايوه تبقى ازاي. انت اصلا ام لابن. ايوه، انا شفت ابنك وجوزك، ربنا يخليهم لك يا رب. شكرا. عسل. طيب، تاني حاجه بقى الطاقه. الطاقه، كل حاجه، طاقه المكان، طاقه الالوان، دي دراسه لوحدها عملتيها. ايوه كلهم. طيب. كورسات، انا اخذت كورسات كتير ممكن ما اخلص. ما شاء الله. لا انا يعني شخصيتك فعلا، انا بحب اتعلم، بحب اعرف اكثر، فكان بالاول كل شيء لإلي يعني، وبالاخير لا، هلا صرت حابه اني اطلع على التي في والاعلام واحكي عن كل شيء درسته لكل الناس، حتى اللي ما بيحب مثلا ياخذ كورسز، اللي ما بيحب يقرا، اكون انا بقدر افيده، لو حتى الهمته يعني. از كونسلتنسي تقصدي؟ ايوه. حلو جدا طبعا. طب ايه كمان؟ يعني انا كده لايف كوتش، وانك درستي الطاقه وطاقه المكان، دي على فكره حاجه مهمه قوي قوي، بتفرق. أيوة. جدا. والالوان وكمان ترتيب البيت. ترتيب من اليابان البيت. من ماري كوندو المعروفه كتير، اخذت عندها كورس وقرات كل كتبها. انت بتتكلمي بجد؟ أيوة. ايه ده؟ ايه كل ده؟ ترتيب وتنظيم البيت ممكن كمان نحكي فيه بالحلقات. ده انت لازم تبقي معايا في حلقات كتير ان شاء الله. احنا حاجات كتير، تنظيم البيت ده لوحده حكايه. احنا لو مش منظمين بيتنا صح. وده طاقه. ده طاقة. ده مرتبط بطاقة المكان، الترتيب والتنظيم قوي قوي يعني. طبعا تنظيم غلط يخلي طاقتنا وحشة، نفضل قلبين على بعض في البيت السنين. أيوة. كلها يعني. من الحاجات اللي فعلا مش بس بقلب على البيت، كمان بيأثر على نجاحك المهني، على الوزن. يعني انا بعد ما عملت اللي حكيت لي اللي درسته مع ماري كوندو، انا نزلت 20 كيلو من وزني، انا بلشت الحق، يعني بلش يتحقق الاحلام عندي. طبعا في كثير عوامل بتساعد انك توصلي، بس هي وحده منهم البيت بشكل كثير رهيب. عن تجربه يعني عم بحكي. طبعا. يعني كل شيء درسته طبقته على حالي، وبعدين صرت اشوف شو اللي نفع شو اللي ما نفع، وفعلا عم بطلع بحكي بالاشياء اللي هي نفعت واثرت كثير على حياتي. ما شاء الله. طب اللي بعده قولي لي، درستي ايه كمان؟ احنا لينا قاعده على فكره بعد اللي هتورولنا ده، هنا لينا قاعده هناك. انت قولي لي. شوفي، انا غير الطاقه والهدول، طبعا ازياء، طبعا متخصصه في الازياء بتصميم الازياء وبرضه تنسيق الازياء. طيب، برضه من السيرتيفيكيشن اللي عندي اياهم. طبعا واخده سيرتيفيكيشن. طيب انت طبعا، احنا نروح بس الفاصل وبعدين هتورينا حاجه زينه رمضان. من البيت. ايوه، اشياء من البيت ممكن نعملها، ممكن تشتري كمان اشياء من برا، بس اشياء كثير بسيطه وما بتكلف، وبرضه هاي طاقه. صح، زينة طاقه حلوه. اكيد طاقه حلوه في رمضان والعيد. زين الطاقه على زينه. ايوه. لايقين على بعض. هنروح بس دلوقتي الفاصل ونرجع نكمل مع بعض بعد الفاصل ان شاء الله.
لكم معانا من الفاصل. واحنا طبعا قبل الفاصل اتعرفنا على زينة متعددة المواهب، والنهارده هتورينا حاجة تانية خالص بقى. النهارده هتقدم لنا زينة حلوة لرمضان. دي ممكن نعلقها على الباب او اي مكان في البيت لرمضان او للعيد. احنا عملنا واحدة هون بورد مختلف، حطينا رمضان، هو المفروض نحط كريم بس لضيق الوقت ما قدرت اني اكمله، بس هم بيقدروا يكملوا تحت نفس الشيء نفس ما هلا رح نعمل، ويحطوا كريم تحت رمضان. نبتدي؟ يلا بينا. ستي طيب. درستي كمان هاند كرافت؟ انا برسم وبعمل الحاجات دي، يعني هوايه دي من ماما، يعني بوجه لها تحيه ماما، هي علمتني كل هاي. انت برج ايه؟ الجدي 25/12. اوكي. دي بعرفش اسمها ايه بالمصر، بس اللي هي بيسووا فيها الخياطه اللي هي بيرسموها، فممكن اي واحد اي في البيت مثلا خربانه، او حتى اطار دائره، او حتى من العلاقه ممكن يعملوا علاقه ويسووها بطريقه دائريه، فمش ضروري نطلع نشتري اي شيء من برا. فاول شيء بدنا نعمل، انا هناك حطينا ورود، هون راح احط روزز. اوكي، فحنبلش في السيليكون، راح احط الورق. سو حط هنا احاول نلزق ورق، حتى ممكن نحط ورق اكبر، يعني بصي يعني احنا بنجيب اللي هو المسدس الشمع، ايوه، والورد الصناعي وبنقطعه، يعني هو بيجي بعرق كامل بس انا قسمته وقصيناه حتى نقدر حتى هون رح اقص كمان شوي حتى يسهل، كل ما كان مقسمينه منيح كل ما بيلزق اكثر بيساعدنا في التلزيق. فممكن تحطي ورق كبير او صغير حسب ما حسب الذوق، حسب برضه كمان ديكور بيتك او وين بدك تعلقيه. هذا انا عم فكر انه نعلقه على الباب برا، بتبقى لذيذه. أيوة. الناس فعلا بيبقوا معلقين حاجات كده، بحس انهم يعني عيله لذيذه. احنا هنحطه كده. اوكي، فهقص، احاول اقص كمان شوية عشان تلزق تزبط. أيوة، منين حمليه؟ وابنك بيسيبك تشتغلي بقى الحاجات دي في البيت؟ أيوة، لما يكون نايم. وأنا بقول ده يومها كان مجننك، عمال رايح جاي رايح جاي مش سايبك خالص. هو حرك قوي. بس هو يعني مهنيني بس حرك قوي. كمان. انت عرفتي ازاي بقى ساعتها ان انا في دبي؟ انت كنت متابعاني على الانستغرام؟ من نفس، انا كنت متابعه المطعم نفسه. تمام، بتحبي المطعم ده؟ اوكي، فشوية دائرة نفس الحاجة. يعني اذا كل ما من قطعها من هون اكتر، ايوه تسهل طبعا وقفتها اكتر. انا احاول احطهم قد ما اقدر قد ما اقدر هنا واسيبها تنشف شويه. تمام، احط الاخيره بقطع اقصها. شوف كيف هي اسهل، انه لو لازم تكون قصيره. ايوه، ده الواحد ممكن يعملها للمناسبات كتير كمان. ممكن تحطي مثلا مرحبا اللي هي ويلكم، او اي اي شيء، حتى اسمك ممكن كمان للمولدين على باب المستشفى، او حتى باب غرفتها. فكرة حلوة ممكن جداً. تحط اسم ابنها او بنتها طبعا. ممكن الورود يكونوا شيء ثاني، في كثير كثير افكار ممكن تنعمل. طيب قولي لي، واحنا شغالين كده انت قلتي انك خسيتي على نظام معين بالزايد لانه ما كبناها، هاي يعني بتخلي عندك طاقه وبكون في عندك مشاكل في معظم الناس، انا للبشر تلاقيهم عندهم مشاكل في البشر. فلما يقللوا اللي بيستخدموها من برا طاقه البيت، فنحن دائما نحتفظ باشياء نحن مو بحاجه لها وحتى ما بنلبسها. وفعلا هذا كان عندي كثير اغراض من وقت ما بلشت زي ما بيقولوا تلات جو، يعني اتخلى عن الاشياء. أيوه. اللي عندي وقف، يعني لا سبحان الله بيجي مكانها. على فكره لما الواحد بيطلع دوم ايوه ما يعديش شويه تلاقوا، وانت لما تلاقيها لما تلاقي الموضوع صعب
انا كنت احكي انه اوكي هدول فادوني واسعدوني واستخدمتهم لوقت، في كثير اشخاص ثانيين هلا هم بحاجه لهم، انا مو بحاجه لهم مره ثانيه. فهذا الحكي فعلا انا ما كنت اصدق انه معقول انه انا لما ارتب حخسر كثير من وزني، طلع صح. يعني طب ايه الحاجه اللي مرتبطه بقى بالوزن بالذات في ترتيب البيت؟ ما فهمتش يعني ايه الحاجه اللي ظبطتيها بالظبط في البيت؟ اول حاجه بتعمليها في ترتيب البيت هو انك تتخلصي من الاشياء، يعني اول شيء بنكب بعدين بنرتب. بس في حاجه معينه ليها علاقه على طول بالوزن؟ الاواعي. يا نهار ابيض، ده انا ما فيش اكتر من الاواعي في البيت. لازم اول شيء تتخلصي من الاواعي الزايده. بس دي شغل. يعني ده احلى حاجه عندي اقعد اجيب الاواعي دي. طريقه النظام اللي تعلمتها من ماري كوندو بتقول انه لازم نتخلص من اول شيء نكب ونتخلص من الاشياء اللي مش بحاجه الها بعدين نرتب. فانت بتطلعي كل الاواعي قدامك واللي ما يعني مثلا يعني فئه وبعدين بتصيري بترتبي كل شيء. هلا هون عشان بس انا حابه احط كلر يعني او لون شوية. ايوه تكسري اللون فحلزقها هنا طريقه احط هون، ما بعرف اذا حيبين على الكاميرا بس من ورا كل الشغل حتى ما يبين. طبعا ندير بالنا انا كثير بحرق حالي وانا بسوي عشان سخن. انا دائما ماما بتساعدني وبتجيب لي الافكار وهيك، ف هي شاطره. مامتك عايشه في الاردن؟ هي بين الاردن وامريكا، يعني هي في كل مكان. اوكي. بين الاردن وامريكا. اوكي احنا زي كده. الحياه في دبي سهله؟ انا بحسها مش سهله. ليه؟ بالعكس سهله قوي. بحس ان الحياه كلها دايما جوه اندورز، يعني بتعرفي تخرجي. فعلا الجو هلا مثلا بعد شوي الجو بيصير كثير صعب فعلا. حياتك كلها بتكون جوه مولز او جوه بيوت او كله مغلق، يعني ما فيش اي فرصه ان الواحد يخرج في الهواء يعني الطلق. دبي هي حلوه كثير والحياه هيك سريعه. ايوه شكرا. الحياه سريعه. هلا ممكن نحن نحط اكثر حسب الذوق، يعني كل وحده وقديش حابه، حتى ممكن تحط الوان ثانيه. هي الحياه كثير سريعه بس سهله بحسها، بس من ناحيه الجو معكي حق. ما فيش يعني الحياه الاجتماعيه الموجوده في مصر او بالدول العربيه الثانيه. يبقى كل حد شغل اكثر. ايوه كله مشغول اتس بيزي وهيك سريعه. انا احط اكثر، ايه رايك؟ حطي كمان واحده. أيوة. وبعدين احنا لا طب خلي خلاص الناس هيقدروا يعملوا. حطي بقى اللي هي الشريطه دي، نفهم تتعمل ازاي عشان عايزين اخر سيجمنت نبقى قاعدينه نتكلم اكتر شويه. أوكي. افهم منك حاجات اكتر. في انا قصيت حجمين فهي ممكن انا حبيت الحجم هذا. سوري انا هاي خليني ارجع بس الزقها لانها ما لزقتش منيح. في اكثر من سايز، انا حبيت الحجم هذا بس ممكن برضه هي اذا حابه الحجم الاقل. اوكي هتركها بس عشان هي بتحتاج شويه الواحد يمسكها فعلا. اساعدك؟ لو يا ريت بس تمسكيها وانا حشدها. كمان واحده هنا. هو سخن قوي. افضل مسكها كده؟ ايوه ندفع. في عندنا احجام فبصي، يعني هي ممكن تقصيها وتشوفي مين احلى لانه ممكن السايز اللي عندك غير. انا حبيت هذا، انت شو رايك؟ تحبي نعمل سايز حسب مقاس الحروف؟ لو كبيره تحطي تاخدي الشريطه الكبيره يبقى التخين احسن. اوكي احنا ممكن نحط هابي عيد لانه هون حطينا رمضان وحيكملوهم رمضان. صح. كريم، فخلينا نعمل هابي عيد. هاخد بس الحجم هيك بهي الطريقه وهيك بعدين بقصه من الماس كده ونفس الحاجه. خلينا ايه الثانيه هتقعدي؟ لا هي بتاخد وقت، انا لانه لازم احطهم اكثر بس بدي الوقت. المهم الناس فهموا يعني الفكره. يعني ممكن يجيبوا احرف، هاي الاحرف بتتلزق بس ما راح تتلزق على الخيش. اسمه خيش عندكم صح؟ ما بتتلزق على الخيش شوي صعبه يعني، بس هي هاي على ورقه او اي شيء بتتلزق. او ممكن انتم تقصوا مثلا احرف، ابتكروا بكرييتيف يعني. تمام. انت هتلزقيها برضه بالشمع؟ انا هلزقها هنا حتى هي عامله زيك شويه زي ال يعني ناشفه مش ورق. هي لما تحطيها ببصي حواليكي مش ورق رفيع. يعني نبلش من هنا حتى يوسع.
حوريكي واحدة هي ممكن تلزق بس ما رح يعني مش ممكن تمسك توقع كفاية. يعني فعشان هيك أفضل إنه نحن نحط على الحرف. ما بعرف إذا عم بين هيك صح ولا ألف؟ لا بين. أوكي ونلزقه قد ما نقدر هون لأنه عشان يوسع الكلمة كاملة. ممكن زي ما قلنا نحط اسم مو شرط اللي بدها اياه. هلا لما ما يكون في نحن ما في ممكن يخلص الاي وانت حابه تكملي فممكن نحن نجيب الاي الفي. قولي لي بقى جربتي شرايح الخبز بتاعتي هناك في المطعم؟ ايوه بجد؟ طيبه قوي صراحه. انت عارفه دي بتساعد كتير على الخساسين. للاسف يعني ما جربتهاش انه عن الخساسين بس اي ويل يعني ان شاء الله ان شاء الله لانه لازم انحف كمان شوي. ناس كتير هناك يعني قعدوا يسألوني 5 كيلو كتير قعدوا يسألوني في دبي عايزين في الإمارات شرايح الخبز وكده. هي موجودة هلا أيوة في المطعم. هلا في ايه هون كنا حاطين هلا بحط تبعها بس نفس الشيء حنحطها شيء هناك. ممكن هي نفسها هاي نحطها هون على فكرة. أيوة صار صغير. خلاص هي دي كده مفهومه بالنسبه لنا عشان احنا لازم نطلع فاصل. أوكي. عرفينا بس دي هتلزقيها على طول برضو بالطرف يعني انت هتمسكي هلزقها على طول. يلا الزقي دي. طب احنا مش هنعمل الواحد مسحون بسرعه؟ انت عايزه يعني احنا عندنا تو اوبشنز يا اما نكمل هنا لغايه اخر يعني اخر سيجمنت نكمله هنا ولا تحبي نكون قاعدين على السفره؟ هي قصدك نسويه على السفره ما فيش مشكله. ماشي هي بس هنلزقها كده في الاطراف وبنكمل الهابي عيد. اوكي ومن هنا حلوه جدا هوريكي. تسلم ايدك. هنا وشويه هنا حتى تلزق مظبوط عشان مش عاوزينها توقع. تسلم ايدك وعلى التانيه. هي خلاص مفهومه كده كده. لا هي باينه الكاميرا. أوكي. اللي فوق جايبه كده. استنى حطيها كده. ممكن نضيف اكثر ورق اللي بحب اكثر ورد. هي على الذوق. أيوه. هلا بس بدي اقول شغله قبل ما نطلع. انا كنت حابه بس للاسف ما كان عندي وقت اجيب بطاريه. ممكن نلف قبل ما نلزق هاي نلفها على فتنور. هو تنور او ممكن نجيب شيء عليه هلال ونجمه ونلفه وبتصير بتضوي فبتصير ممكن تتعلق وبتضوي مثل الهلال والنجم اللي بنضويهم. فهي فكرة جديدة يعني أنا حبيت نعمل إشي جديد لرمضان مختلف. جميل. عن المتعارف عليه وهدول ممكن نعملهم. هم كتير يعني ما باخد وقت. ده سهل قوي فعلا. هنشوفه دلوقتي. أوكي. طيب احنا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض إن شاء الله. اهلا بيكم معانا من الفاصل واحنا لسه مكملين مع زينه بس على السفره بقى. يا زينه جميله هتورينا اخر حاجه اللي هو ازاي نعمل حاجه شكلها حلوه قوي برضو رمضان وسهله قوي تحط فيها مثلا مكسرات او حاجه في التقديم. اي شيء تقديم برمضان وممكن يكون صحن اكبر يعني او مثلا الحجم اللي هي بدها اياه. هو كثير سهله. انا جايبه بلاستيك حتى برضه لو يوقع ما ينكسر. فاي واحد ممكن يكون مثلا مقطوش او كذا بدك تخبيه بنجيب احنا بنسميه قماش الصاية. ما بعرف تسموه شو اسم القماشة هاي. ممكن تحطوا اي قماشة هي حابة اي حاجة شكلها رمضاني بتتباع على بالمسدس الشمع. ايوه الشمع. بنحاول بنحط هون شمع وبنصير نسكر. حوريكي كله حوالين داير لجوه. أيوة. وبنصير من هنا يعني بنحاول انه قد ما نقدر نظبطه ونفس الشيء هيك هو لحاله حيسكر. حتى هو اصلا لازم يكون في شويه هون حتى يعطي لما ينحط الاشياء فوليوم. هلا في كثير اشياء زي هيك موجوده
تقدر تختار طبعا. شكرا ماما جبت لي جميلة. ممكن اكبر يعني لو كان على اكبر تحطي اذا حابه. في كمان هاي الاشكال وهي الاشكال بس بنفس الشيء بالسيليكون او تتلزق. في هذا القماش الثاني لون حلو قوي، ده اللون الثاني وجميل قوي. يعني كثير ممكن اشياء نعملها لرمضان هيك نعملها نحن يعني ننبسط اكثر. جميلة لما تكون انت عاملتيها، او حتى ممكن اذا بنتك او ابنك تجيبيهم نعمل شيء حتى يحسوا في جو رمضان. يشتغلوا دائما مع الام بتفرق كثير وهم بينبسطوا بصير انه يعني بحسوا انه لهم او هم لهم دخل طبعا زينوا هيك، فحلو كثير برضه نعمله طبعا. لو عندنا اطفال يعني بما ان احنا بنتكلم على الزينه والكلام ده كله، يعني انا لاحظت كثير يحطوا مثلا على الترابيزات الصبار، زرع الصبار. انا سمعت انه كطاقه مش كويسه. شوفي ندخل طاقه الزرع هلا، في فعلا اشياء لازم نحطها في البيت حسب نحن شو بدنا. يعني في ناس مثلا بدها تزيد مثلا الثراء في البيت، ممكن تحطي في انواع معينه من الزرع. الصبار انا مش كثير صراحه معه برضه من الناس. هلا هي شوفي ما في شيء صح وفي شيء غلط، في وجهات نظر. انا احسن شيء في البيت انك تحطيه هو البامبو، لكي بامبو بيجلب لك رزق وسعاده وثروه وايجابيه، فحلو كثير تحطيه في مدخل البيت مثلا. أوكي. او ممكن على الطاوله حتى يعني من زينه بطريقه معينه له طاقه كثير حلوه. وفعلا لما بيصفر يبقى معناه اخذ طاقه. أيوة. سلبيه ولازم ساعتها نرميه وحتى نجيب غيره. اماكن معينه نحطها فيها. في زرع معين وجهات نظر زي ما بقول، بس انا من وجهه نظر يعني بعد ما قرات وبحثت في الموضوع حسيت انه اكثر شيء هو اللاكي بامبو. ما بعرف له اسم ثاني. هو الزرع اللي هو بيبقى طالع كده اخضر وفوق فيه لولوه كده، بيتباع بالواحده كده وبيزرع بعد كده في البيت. أيوه. بيوصل طويل. أيوه. جدا. هو اصلا الخضار في البيت كثير منيح. واللون الاخضر يعني كل ما تقدري تجيبي زرع ولون اخضر في البيت كل ما يعني كل ما بجلب طاقة إيجابية وطاقة ثروة يعني كتير حلوة. صح طبعا. ما عدا أوضة النوم علشان إيه بيسحب الأكسجين بالليل. حتى الورد كمان بأوضة النوم. لا صح. طيب أنت حابة تضيفي أي حاجة بخصوص طاقة، بخصوص ما شاء الله زي ما قلنا في أول الحلقة أنت متعددة المواهب، درستي حاجات كتير جدا جدا جدا. حلو أن أنت دارسة كمان الحاجات عشان نفسك. أيوة. بعد كده لما الواحد بيدرس حاجات عشان نفسه يبتدي بعد كده يشوف يطبق ايه اللي عجبه اكتر فيطبقه بعد كده. صح. فانت لقيتي نفسك اكتر as a stylist صح؟ قلتي لي as a stylist. انا بحب الازياء كتير وبحب الاعلام كتير، ف وبس لقيت حالي كتير بهاي القصص زي ما قلتي لانه انا كنت حابه اغير اشياء فيي، ولقيت الطاقه كتير فادتني وبلشت فعلا اتخصص فيها وادرسها اكتر. اللي بدي احكي انه نحن دائما في شيء اسمه قانون الجذب. برضو حلو ده، بحب انا القوانين دي. في شيء اسمه قانون الجذب، هو انه نحن بنجلب الاشياء اللي نحن يعني شو نحن بنشعر، شو نحن يعني هلا مثلا اذا انت سعيده بتشعري سوري بتجلبي السعاده، فدائما نحن برضه مشاعرنا وطاقتنا كل ما بنكون في ذبذبات سعيده كل ما بنجلب السعاده اكثر لنا. صح. برضه قانون الجذب اللي هي نحن الاشياء بنفكر فيها وبنركز عليها هي اللي بتجينا، فحلو انه نحن دائما نركز على الاشياء الايجابيه بحياتنا، ما نركز على السلبيه، نحاول حتى لو مر سلبي في حياتنا، لانه نحن طبيعه الحياه البشريه انه يكون في سلبيه او يصير معك مواقف مو حلوه، فحلو انك زي ما بيقولوا انه ما تكبري ما تضخميها، يعني حاولي انه لا تقلليها او تصغريها وتركزي على الاشياء الايجابيه، واهم شيء انه نحن نحمد، يعني دائما لما تحسي حالك متضايقه تحمدي ربنا على الحسنات على النعمه، حتصير عقلك عم بيركز على السلبي، ما هو هاي طاقه الحمد والاستغفار كمان بنظف دائما، ما شاء الله نستغفر عليك. ونحمد ودائما نفكر ونركز على الايجابي، نركز على الاشياء اللي بدنا اياها. نحن دائما بنقول مثلا انه انا ما بدي انصح، فليش بتركزي ليش بتقولي انا ما بدي انصح؟ هي بتقولي انا بدي اكون صحيه، انا بدي اكون ايجابيه، يعني ما حتى بحكينا انه في قوه لكلمه للكلام اللي بنحكيه. أيوة. لانه في نحن زي ما كثير منهم بيعرفوا انه في العقل اللاواعي والعقل الواعي اللي هو الكونشس والسب كونشس مايند، فالسب كونشس مايند بيسمع كل هاي الكلمات وبجذبها، ليش ما نحن يعني نستخدم. صح. هذا العلم لصالحنا.
صح. يعني في كثير ناس بيكذبوا او بتريقوا زي ما بتريقوا كثير على الطاقه، بس لا انت يعني جربوها يعني. انا بقول جرب ما رح تخسر شيء، هي فكره جديده، حاول انك تجربها لمده انا بقول 30 40 يوم وبعديها قرر اذا هي خزعبلات. انا كنت لسه متفقه مع دكتوره كانت موجوده، كانت برضو دكتوره بتتكلم عن الطاقات، وكنا لسه بنتكلم على تجربه ان احنا بالليل نستغفر، وقلنا هنجربها لمده اسبوعين، نفضل نستغفر لغايه ما نروح في النوم. طاقه ايجابيه تحفة، هي بتشيل بتنظف بالضبط. طاقة الاستغفار والحمد عالي كتير، اللي هو بالانجليزي او الناس اللي برا بيحكوا عنه الجراتيتيود، انه نحن نكون جريتفل لكل شيء في حياتنا. فهو صح. نفسه هو عندنا نحن اسمه الحمد. صح. فاه كثير حلو انه دائما كمان زي ما بتقولي انه اهم شيء وقت اول ما نصحى من النوم وقبل ما ننام يعني ونحن يعني نستغفر. ايوه. ونكون جريتفل او نحكي الاشياء اللي نحن نقعد نعدد 5 إلى 6 اشياء نحن نحمد ربنا عليها قبل النوم وقبل في الصباح، هدول اعلى اعلى شيء ممكن يجلبوا هاي الاشياء. نورتيني النهارده، بشكرك جدا. شكرا. جدا شكرا ليكم. فعلا يعني انت يعني الواحد يقعد معاكي حلقه كامله عشان فعلا يستفاد من كل الخبرات اللي عندك. وان شاء الله تكوني معانا ان شاء الله. ان شاء الله اكيد ان شاء الله. الله لكم كل ما تيجي مصر بيقولي لي. خلاص اوكي خلاص ان شاء الله. نورتيني يا حبيبتي. عايزه رمضان كريم. ايوه كنت لسه هقول لك كل المشاهدين وكمان لاهلي كمان في الاردن، ماما وبابا كلهم هم بخير، وانتي وكل التيم تبع سفره سالي حبيبتي هم بألف خير. وانتي طيبه يا حبيبتي. شكرا شكرا. يا رب الحلقه تكون عجبتكم النهارده.